كلا الإسرائيلي ما يصعد ويكثف من الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. تتركز هذه الغارات في المنطقة الوسطى التي تشمل مخيم النصيرات ومخيم المغازي ومخيم البريج. هذه المناطق تشهد قصفا إسرائيليا عنيف منذ أيام يتصاعد مع مرور الوقت. اليوم الطائرات الإسرائيلية وأيضا قذائف المدفعية الإسرائيلية المتوغلة في المناطق الشرقية ما زالت تقصف بيوت المواطنين وتقصف الشوارع وتقصف تجمعات، ووصولا إلى ما تم قصفه من مركز إيواء في منطقة المغازي. وأيضا الاستهداف الأخير بعد ساعات العصر اليوم تم ارتكاب مجزرة إنسانية جديدة في مخيم النصيرات. هذه المجزرة أسفرت عن سقوط أكثر من 6 شهداء وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وأيضا الجثث الهامدة والمتفحمة تم إخلائها إلى مستشفى العودة في هذا المخيم، إضافة إلى التوغل الإسرائيلي في المناطق الشرقية من منطقة دير البلح منذ صباح اليوم وعلى مدار الساعة. بعد لحظة كل لحظة نسمع هناك قصف إسرائيلي، قصف مدفعي وقصف من البوارج البحرية للمناطق الشرقية من مدينة دير البلح، حيث وصلت إصابات على ساعات وعلى فترات متفاوتة يتم انتشالها من قبل المدنيين، حيث أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لم تستطيع الوصول لكل الأماكن التي استهدفت في الساعات الأخيرة نظرا لتوسيع رقعة القصف الإسرائيلي والقصف المدفعي الذي طال مناطق متفرقة في المنطقة الوسطى، سيما هذا بسبب سياسة الاحتلال الإسرائيلي للضغط على بعض السياسات الإسرائيلية التي قدمتها ورقة قطرية وكفالة مصرية بالتوصل إلى وقف إطلاق نار، وأيضا إضافة إلى الحالة الإنسانية التي ما زالت تتفاقم في مدينة دير البلح وفي مدينة خان يونس، خاصة بعد أن ألقت الطائرات الإسرائيلية مناشير ورقية على بعض المناطق في مدينة خان يونس والتي تشهد توغل بري ملحوظ في الساعات الأخيرة. نزح العشرات والمئات من هذه العائلات إلى مدينة رفح، حيث باتت هذه المدينة تستقبل أكثر من 1,500,000 نسمة من الأسر النازحة والمتشردة والمواطنين الذين كانوا يقطنين في هذا المكان. وتصبح أيضا مدينة دير بلح برضو منطقة إنسانية وكارثة إنسانية تعيشها الأهالي في هذه المدينة بعد شح المواد والمساعدات الغذائية والإنسانية التي. طيب عبد الهادي، مع هذا الوضع الإنساني الصعب للغاية، مع هذا الكم الهائل من المصابين والجرحى الذين يتم نقلهم كل ساعة تقريبا للمستشفيات، هل هناك لربما تنسيق ما بين الهلال الأحمر الفلسطيني والهلال الأحمر المصري بخصوص المصابين، بخصوص دخول المساعدات؟ بالتأكيد زميلتي، منذ اليوم الأول من الحرب الإسرائيلية هناك جهود مصرية تقدم باتجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كدخول المساعدات الإنسانية وأيضا دخول المستلزمات الطبية ودخول كل المساعدات التي تتبرع فيها الدول العربية إلى قطاع غزة. مصر هي الدولة التي تسمح بدخولها وتضغط على الاحتلال الإسرائيلي بدخول هذه المعدات، لكن الكم الهائل من الكارثة الإنسانية هنا في قطاع غزة لم يعد هناك بمقدور هذه المساعدات أن تغطي مستلزمات واحتياجات العائلات التي نزحت من بيوتها وتركت كل ما تملك في مناطق الشمالية ومنطقة مدينة غزة، إضافة إلى الدور المصري في إجلاء المصابين والمرضى الذين يحتاجون إلى تحويلات طبية للعلاج في الخارج. هذا هناك دور مصري في إخلاء هذه الإصابات والتنسيق لهم، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل تضييقه على هذه الناحية بعدم السماح لكثير من المرضى والجرحى بالدخول إلى الجانب المصري أو السفر للعلاج بالخارج لتلقي علاجهم. هذا يهدد حياة أكثر من 30,000 من الجرحى تقريبا. عبد الهادي، تقريبا وفقا لمعلوماتك حتى وإن كانت مبدئية، كم عدد الجرحى والمصابين الذين خرجوا من القطاع ودخلوا إلى الحدود المصرية للعلاج أو السفر للخارج؟
بالتأكيد زميلتي، منذ اليوم العاشر من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة هناك كانت تدخل أيام قد يكون دخول الجرحى إلى الجانب المصري يوميا يتفاوت من 20 إلى 25 جريح، ومع تضييق الاحتلال الإسرائيلي في الشهر الأخير من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة ربما يتراوح العدد من بين 16 إلى 21 جريحا، وهذا ما يقارب أن أكثر من 4500 جرحى من تم دخولهم من الجانب المصري وتلقي الدعم والدعم الطبي الذي فقدوه هنا في المستشفيات نتيجة عدم دخول هذه المستشفيات. وأيضا هناك دور مصري آخر بإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، هناك صناديق وشاحنات دخلت إلى معبر قطاع غزة كانت تحمل كلمة تحيا مصر وتم دخولها إلى معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم ووصلت بالفعل، لكن كل المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة هي لم تسد أي من حاجات الشعب الفلسطيني ولم تقوم بسد الحاجة الكارثية. على ذكر المستشفيات عبد الهادي، كم عدد تقريبا المستشفيات التي لا تزال تعمل في القطاع حتى ولو بقدرة استيعابية بسيطة وإمكانيات بسيطة؟ المستشفيات والمراكز الطبية التي تعمل بشكل أساسي هنا في المناطق الجنوبية هي منطقة هي مستشفى ناصر الطبي والذي تتعرض لتوغل بري إسرائيل، وهناك سياسة إسرائيلية تهدف لاقتحام هذه المستشفى كما هو الحال كان في مستشفى الشفاء الطبي في غزة، والمستشفى الأخرى ألا وهي مستشفى دير البلح، مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح والذي أتواجد بها حاليا، وأيضا مستشفى أبو يوسف النجار والعيادة الخارجية لمستشفى الكويتي في مدينة رفح. عندما نتحدث عن عدد 4 إلى 5 مستشفيات تتعامل مع هؤلاء الجرحى في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، علما أن الاحتلال الإسرائيلي ألغى خدمة كل المستشفيات المتواجدة في المناطق الشمالية ومنطقة مدينة غزة كمستشفى كمال عدوان ومستشفى الأندونيسي ومستشفى المعمداني ومستشفى الشفاء الطبي، نعم. التي خرجت عن الخدمة الطبية بشكل تام نتيجة القصف الإسرائيلي واقتحامه إليها واعتقال الكوادر الطبية. حتى هذه اللحظة يوجد هناك كوادر طبية ومدراء عامين للمستشفيات ما زالوا أسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي، نعم. تم اعتقالهم وهو يمدد الاعتقال لهم.